في ماتش الاهلي جده واتحاد جده تشجع كهربا ولا عبد الشافي؟ لا كهربا طبعا عشان حبيبي ده لعيب جامد قوي على فكره، هو احسن لاعب في مصر. شايف ان كهربا بكره ممكن يتالق ويجيب اهداف؟ هجيب جونين كهربا ان شاء الله. عبد الشافي. اشمعنى عبد الشافي؟ هو انتماء الزمالك يعني، لسه كهربا جديد على الزمالك وده معانا بقاله كتير في الزمالك فلازم. شايف ان الاثنين يتالقوا بكره في المباراه؟ ان شاء الله طبعا ابناء الزمالك. طبعا كهربا ان شاء الله. كهربا ان شاء الله. شايف ان ممكن يتالق بكره ويعمل حاجه؟ اكيد ان شاء الله وباذن الله احط له هدف او اتنين ان شاء الله. عبد الشافي. مش هتشجع كهربا ايه؟ لا انا بحب كهربا برده بس عبد الشافي يعني تحس ان هو امتداد ابو تريكه في الاخلاق في كده يعني. توقع ان عبد الشافي يتالق بكره؟ ان شاء الله اكيد يعني اكيد اللي معاه ربنا دايما واقف على رجله. والله انا هشجع كهربا عبد الشافي علشان عبد الشافي بقى له سنتين وخد بطولتين مع النادي اللي هو الاهلي جده، فاتحاد جده انا عايزه على اساس ايه؟ اني كهربا مستواه يزيد، البطولات بتجيب معاه مهارات وتجيب لعب وتجيب الكلام ده كله وبتخلي اسهم ايه تزيد. كهربا. اشمعنى كهربا بتحبه؟ طب وانت لابس تيشيرت مين؟ كهربا اهو وريني جدا. ماشي. وانت بتحب مين يا عمر؟ كهربا.